ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير دايما وهنا وسعاده وراحه بال عليكم يا رب. شايفين بقى البانكيك اللي قدامكم الجميل ده؟ طريقته اسهل منه، يعني هو شكله حلو وطعمه تحفه جدا، والطريقه كمان احلى بكتير وسهله جدا جدا، والمقادير ان شاء الله متوفره في كل بيت، مقادير سهله جدا وبسيطه، وفي الاخر هتطلع لك بانكيك تحفه جدا زي اللي بتشتريه من بره واحلى كمان. طبع الطريقه ان شاء الله يعجبك، وهتعمليه في ربع ساعه بس مش اكتر، وكل يوم هتعمليه لعيالك كمان. نشوف بقى المقادير بتاعتنا. جيب الخلاط بتاعك، او لو انت عايز تعمليه في بمضرب عادي مفيش اي مشكله. هتحطي بيضه واحدة بس، هتحطي معاها رشه ملح بسيطه، طبعا هنحط كيس فانيليا على البيضه، هنحط معلقتين سكر، هنحط معلقتين زيت زي ما انت شايفه كده قدامك بالظبط. المقادير واحده واحده وماشيه معاكي بالطريقه واحده واحده. هنحط معلقه بيكنج باودر صغيره زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هنروح جايين حاطين كوبايه لبن بس، انا يعني كوبايه بصوا خلينا ماشيين، انا عامله كيلو، انا عامله كوبايه ونص بس، انا بقول لكم على طريقه اللي هي كوبايه ماشي. دي كده طريق مقادير قصدي الكوبايه، تمام كده يا بنات. هنجهز كمان كوبايه دقيق علشان نحطها بعد ما نضرب اللبن بالمقادير دي كلها، وتبقى تدينا لون ابيض كده وتعمل لنا شويه رغوي كده، يعني نضربها 3 دقايق ولا حاجه. بعد كده هنروح جايين حاطين الدقيق ونفرم كمان. هوريكم القوام اللي احنا محتاجينه للبانكيك، القوام اللي هيبقى ينجحها معانا والقوام المطلوب بالظبط. طبعا بعد ما ضربتها كده شويه هحط بقى كوبايه الدقيق يا بنات وافرم شويه، ما لكمش دعوه بنص الكوبايه التاني اللي انا هحطه ده، لان انا عامله كوبايه ونص، وهقول لكم المقادير، انا قايله لكم مقادير الكوبايه. عايزين تعملوا كوبايتين زودوا المقادير، ضعفوها بس برضو ببيضه واحده بس، هتبقى تحفه جدا برضو. انا رجعت حطيت معلقه سكر كمان علشان انا عامله كوبايه ونص، نسيت انا حطيت معلقتين سكر عشان انا بقول لكم مقادير الكوبايه، بس انا رجعت حطيت معلقه كمان عشان انا عامله كوبايه ونص دقيق، والكوبايه الكبيره بتاعت اللبن دي تعادل كوبايه ونص، لان انا مكيله كل حاجه. بصوا القوام اللي هو يبقى اتقل من قوام الكيكه بشويه، او زي قوام الكيكه كده، او لا اخف شويه قصدي، لان احنا بعد ما نسيبه يرتاح هتلاقوه تقل معاكم شويه. هوريكم القوام دلوقتي برضو كده قدامكم، طبعا ضربتهم كويس كده، القوام بيبقى ناعم ما فيهوش اي حاجه خالص. بصوا القوام اللي قدامكم ده هو ده اللي احنا محتاجينه للبانكيك، ما يبقاش سايح قوي، هو قدامكم كده ان هو سايح قوي بس هو مش سايح. سيبته طبعا يرتاح شويه، بصوا وانا بفضيه تحسوه اتقل من الاول، وكمان هسيبه في الازازه دي يرتاح شويه على ما اسخن الطاسه اللي انا هعمل عليها البانكيك. طبعا انت بقى تعمليه في طاسه مخصصه للكريب والبانكيك والحاجات دي، او في اي طاسه عندك، وانا فضلت ان انا احط في العلبه دي علشان ينزل لي دوائر كده على طول. انا عاملاه صغير علشان يبقى زي العيال اللي بيشتروه من بره من الكافيهات وكده، فانت ممكن تقدري تعمليه اكبر من كده بكتير، قصدي اكبر من كده، تمام يا بنات. الطاسه بتاعتك تبقى سخنه بس في نفس الوقت ما تبقاش سخنه قوي عشان ما تلسعهوش، بس تبقى سخنه وما تبقاش بارده. اول ما تلاقيه اتشمع من فوق، عمل البلالين والتفتحات اللي بتبقى فيه وتشمع كده، على طول يا بنات تقلبوه، هيديكوا اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده كده، بس من ناحيه واحده، الناحيه الثانيه مش هيديكي نفس اللون ده. اما ياخد اللسعه البسيطه كده اللي بتبقى في الظهر دي، هو كده بيبقى خلاص استوى، مش محتاج، لان هو مجرد ما هو اتشمع كده اصلا هو كده استوى يعني من الناحيه الثانيه. حتى لو اتشمع يا بنات ولسه طري اقلبوه برده، اهم حاجه اول ما يعمل لكم البلالين اللي بتبقى بسيطه دي وتلاقوه اتشمع كده، روحوا جايين على طول قلبينه بسرعه زي ما انتم شايفين كده، واول ما ياخد اللسعه كده من الناحيه الثانيه دي كده لسعه بسيطه، هوريكم برده ازاي، يبقى هو كده خلاص استوى. تفضوه وتوطوا العين على ما يعني انتوا رايحين تفضوه كده، وطوا العين بتاعه البوتاجاز، وعلى ما تجيبه وتعمله تاني. ليه؟ عشان الطاسه ما تسخنش زياده عن اللزوم، احنا عايزينها سخنه مش بارده، بس في نفس الوقت ما تبقاش سخنه قوي علشان ما تلسعهوش، تمام كده يا بنات. هعمل معاكم تاني وهوريكم برضو يا بنات لونه من تحت، وخلي بالكم انا بحط نقطه بسيطه وهي بتوسع، يعني اعملوا حسابكم كده وانتوا بتحطوا، لان هو العجينه سايحه، فلما بتحطي بتوسع معاكي. هي اول مره بتعمليها دي بتبقى تجربه، ان انت بتعملي دايره صغيره، ممكن دايره اكبر شويه، وتشوفي بقى الحجم المظبوط اللي انت عايزاه، وبعد كده تمشي عليه، وتشوفي انت اول ما بتحطي بتتفرش بقى لحد قد ايه، فاهمه ازاي؟ يعني اول مره دي هتبقى ايه تجربه للحجم اللي انت عايزاه وكده. اول ما بتتشمع معايا بس، انا اول ما بخلص الكميه بتاعتي كده لفت الطاسه برجع لاول واحده عملتها واقلب على طول. بصوا بتديكوا اللون التحفه ده
من ناحية بس الناحية التانية مش هتديكوا نفس اللون، وانها كلها كده تبقى معمولة كده، لا ده هي تبقى فيها لسعة بس بسيطة كده. اللسعة دي لو لون يعني، لون بس يعني تحميرة بسيطة كده. تمام، هحاول اوريه لكم دلوقتي. انا دلوقتي بقلب كده عشان اشوفها خدت اللون اللي انا بقول لكم عليه ده ولا لا. بصوا اهو شايفين، دي هو ده اللي انا قصدي عليها، اللسعة اللي انا قصدي عليها، يعني مش كلها محمرة، بيضة وفيها حتة حمار بسيط كده، خلاص هي كده تبقى استوت يا بنات. تمام، وتروحوا جايين مفضيينها في اي حاجة بره وترجعوا تعملوا تاني، وبعد ما تخلصوا خالص شوفوا بقى انتوا عايزين تشكلوها ازاي ولا تعملوا فيها ايه. بصوا بقول لكم ده الحجم اللي هو الحجم اللي انا عاملاه. بصوا اللون اهو، من ناحية لونها كده زي القطايف كده، ومن الناحية التانية بيضة بس فيها اللسعة دي او التحميرة البسيطة. تمام يا بنات، خلاص كده هرجعها وهشيلها بقى. طريقتها سهلة جدا جدا، وطعمها على فكرة حلو جدا جدا، وسهلة سهلة جدا والله بجد، بتاخدش وقت. بعد ما خلصت بقى هاجي اعمل ده شوكولاتة بتعمل قهوة بعشقها، ودي شوكولاتة اللي بعملهم من الناس سندوتشات، هاخد منها شوية كده في الكيس. هي سايحة بس مش سايحة قوي طبعا، ان انا افضي من العلبة كده على طول، فانا هحط في الكيس عشان ادوس عليها وتنزل لي كده ايه الشكل اللي انا عايزاه وتتفرد على البانكيك كلها. والتانية طبعا سايحة في العلبة بتاعتها، وعندي التوت وعندي صوص توت برضو هجيبه وهحط برضو دلوقتي. هترصي بقى الرصة اللي انت عايزاها كده، اي رصة كده في الطبق يعني، بس بحيث ان هما ما يكونوش كلهم فوق بعض علشان ياخدوا كلهم من الصوصات اللي هتترش عليهم، يعني يبقوا حتى لو فوق بعض يبقوا بسيط يعني. يعني فاهمين قصدي ازاي يا بنات؟ يعني ما تحطيش اتنين فوق بعض، اللي فوق هيتحط عليها صوص واللي تحت هتلاقي ما فيش عليها صوص. تمام، والصوص ده هو اللي هيديها الطعم، لان هو اللي فيه السكر وفيه الطعم يعني، فهو ده اللي هيدي للبانكيك طعم يعني. تمام، بصوا ده بقى بصوص القهوة بحبها جدا، بعشق اي حاجة فيها طعم القهوة كده في الحلويات، بتبقى جميلة جدا يا بنات. انتي ممكن تعملي شوكولاتة، تحشي شوكولاتة ازاي، تجيبي اتنين بانكيك وفي النص تحطي شوكولاتة وتلزقيهم في بعض، خلاص ده كده طعم. ممكن ترشي عليهم سكر عادي، ممكن ترشي شوكولاتة وبس، متعمليش اطعمة تانية، ده براحتك على فكرة. هو اصلا طعم انتي لما بتاكليه كده بتحسيه فيه سكارة برضه، عشان احنا حاطين عليه سكر يعني. هنا هزود اللي هو بصوص الشوكولاتة العادية دي، هعمله هو الاكتر علشان خاطر عيالي كلهم بيحبوه كده، ولما بيشتروه من بره بيشتروه بصوص الشوكولاتة ده، وبالفعل هم فعلا قالوا احنا حابين اكتر حاجة اللي هو بالشوكولاتة ده. هو ما شاء الله كله خلص، ما عادش يعني ما عادش مجموع كل واحد، اصل هو خفيف وصغير كده، فخفيف فبيتاكل بسرعه وبيبقى طعمه حلو كده، يعني مش بسرعه بتحدفي كده ورا بعض فاهمني، وبيبقى حلو قوي وطعمه جميل قوي. الحبه الصغننين دول عملت عليهم صوص توت اهو كده خلصت. بصوا باسهل الطريقه يا بنات صدقوني، يعني مش هياخد معاكم وقت خالص ولا تخمير ولا اي حاجه، بس ده الشكل بقى النهائي. عملت بالشوكولاته وبصوص شوكولاته البندق وبصوص التوت. ان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله تعجبكم. اذا كانت عجبتكم ما تنسونوش باللايك الجميل بتاعكم، لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي يا ريت تشتركي فيها فضلا وليس امرا، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. جربي الطريقه واستناكي في طريقه جديده، ومع الف سلامه.